سيداتي لساتي سادتي، تحية طيبة إنما كنتم. طقس مثالي هنا في ملعب المباراة وأجواء تبشر بلقاء كبير. وحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة. الأرجنتين في مواجهة فرنسا، الإثارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. بداية المباراة وركلة البداية من المنتخب الأرجنتيني. كيمبيمبي، كرة تصل لكانتي، كرة بينية ممتازة، اعتراف ناجح للكرة في هذا التوقيت. جوفاني لو سيلسو، انتهت خطورتها ولم تصويبة لو سيلسو، الهدف الأول في اللقاء، هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة. الاحتمالات الآن بمباراة مشتعلة من جانب الطرفين. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة، شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة، المسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. نتيجة تشير الآن إلى تقدم المنتخب الأرجنتيني مع عودة المباراة من جديد. مبابي، وصلت لمبابي، يستعيد الكرة بعد تدخل قوي جدا. الكرة تصل لجريزمان، ملعوبة إلى مبابي، الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي. كانتي، لكن الكرة لم تحقق المطلوب منها. دي بول عند الكرة، كرة تصل لجولو كانتي، تألق كبير من حارس المرمى. وصلت لميسي، دي بول عند الكرة، ضاعت الكرة قبل أن تستغل. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. كرة تصل لكانتي، كومان، لكن تنتهي الخطورة هنا للأسف. دي بول عند الكرة، وصلت لبول بوغبا، رافائيل فاران، وصلت إلى ديني، ألا مع بوغبا، تدخل ناجح في قطع الكرة في هذه اللحظات. لوتارو مارتينيز، كرة بالخطأ، لكن اللعبة لم تحقق أي تأثير يذكر. ويليام سليبا، ألا مع بوغبا،
كانتي ملعوبة إلى كريم بنزيما، بتصل إلى كومان، ملعوبة إلى كومان، فرصة كانت تبدو أكثر خطورة لكن لم تسفر عن شيء. لياندرو باريدس، أنخيل دي ماريا، تيكي تاكا تيكي تاكا، شوف تبادل الكرة، انظر إلى التمريرات، ضاعت الفرصة، يفقد الكرة، المدافع يشتت الكرة إلى خارج الملعب. ليونيل ميسي، مارتينيز، وصلت إلى ديني، ألا مع بوغبا، ألا مع ديني، هجمة لمصلحة المنتخب الفرنسي، قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. لاوتارو مارتينيز، ملعوبة إلى ميسي، تسديدة من ميسي، الله على التدخل واحتراز الكرة، فرصة لتعزيز تقدمهم من خلال الضربة الركنية. مستحيل، كرة الكرة الهوائية، كرة سهلة في متناول حارس المرمى. هذه هي إذن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. الشوط الثاني يبدأ مع المنتخب الفرنسي. مبابي، لياندرو باريدس، لكن الخطورة تنتهي، ضاعت الفرصة. ليونيل ميسي، لوتارو مارتينيز، لاوتارو مارتينيز، فرصة تصل لاوتارو، اعتراض ممتاز للتسديدة على المرمى، كرة بتتشتت بعيدة إلى رمية التماس، ضغط متقدم، استخلاص الكرة، وصلت لبول بوغبا، وصلت إلى دي ماريا، ليو ميسي، هدف يأتي ليعزز التقدم لفارق الهدفين. استمرار الضغط وخلق الفرص يجعلك في موقع أفضل للتسجيل، وهذا ما حدث هنا. دقائق نارية مرت فيها محاولات كثيرة على المرمى تسفر عن هذا الهدف، نتيجة حتمية للمجهود المبذول. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. سليبا، وصلت إلى بنزيما، الكرة وصلت لفاران، أنطوان غريزمان، خطأ لمصلحة المنتخب الفرنسي، ملعوبة إلى كريم بنزيما، بول بوغبا، يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة، ولا مع لاوتارو، لكن بتروح الكرة، يضرب الآن، كرة في القائم يا رب. شوف تمركز اللاعبين استعدادا لضربة الركنية.
لبول بوجبا. ليونيل ميسي. سليبة. الكرة وصلت لفاران. كرة تصل لكانتي. كرة مع المنتخب الأرجنتيني. لياندرو باريدس. كومان يتدخل ويستعيد الكرة. وصلت لميسي. والآن مع لوتارو. ملعوبة إلى ميسي. ميسي وفرصة هدف الآن. يا رب في المرمى من الليو. هدف من الأسطورة ميسي. نشوفها مع بعض. شوف الدقة في التصويب. شوف وين راحت الكرة. ودخلت من أسفل العارضة مباشرة. صعبة جدا على أي حارس مرمى. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. الآن أصبح الفارق كبيراً بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. كيمبيمبي خطأ وضربة حرة لمصلحة فرنسا. بول بوجبا. وصلت لمبابي. الحارس يحمي مرماه ويمسك بهذه اللقطة. والآن مع لوتارو. تمركز سليم من فاران. لكن لم تكن خطيرة كما توقعنا. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. تصل إلى كومان. حكم الساحة يشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق. اعتراض للعرضية بنجاح. وصلت لميسي. تنطلق إلى صفر نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض اليوم. فوز رائع تحقق اليوم. الأداء الجيد تحول لنتيجة كبيرة في الملعب، وهذا هو النجاح المثالي في عالم كرة القدم.